مساء النور في حلقة جديدة من رونديفو 9. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمشاهدة. تحذيرات من أمطار وفيضانات منتظرة في عديد الولايات وإيقاف وتعليق الدروس ببعض الولايات الأخرى، آخر المستجدات الانتخابية وانتظارات الشارع التونسي. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ومرسوم المجلس الأعلى للتربية. وضيفنا بالخصوص هذايا سي سليم قاسم، رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، أهم تقريبا العناوين متاع الحصة متاع اليوم وعديد التفاصيل الأخرى. باش يرافقني في التحليل، سعيدة بمرافقته كل من بسام حمدي. أهلا وسهلا، مساء الخير، ونحب نقول سكان صفاقس وتوزر وقفصة يهنيكم الرواء بالمطر اللي وصلتكم. بالفعل هذه ملاحظة مهمة ومهمة جدا. مهدي المناعي، مساء النور. أهلا وسهلا، مرحبا. باش نبداو بالبلاغ نتاع رئاسة الجمهورية. أول حاجة في تعليق سريع، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم 19 سبتمبر 2024 الأوامر التالية: إنهاء مهام السيدة عواطف الدالي الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، تسمية السيد شكري بن سير رئيسا مديرا عاما للتلفزة التونسية، وتسمية السيد سعيد بن كريم رئيس مديرا عاما لشركة جديدة للطباعة والصحافة والنشر. تعليقك بسام. هو يعني في إطار صلاحية رئيس الجمهورية وما يكفله له الدستور، هذا إطار يعني في الدولة والوظائف العليا. التسمية عواطف الدالي كانت رئيس مدير عام بالنيابة طيلة الفترة الماضية، وأعتقد أنه أسباب شخصية هي اللي خلات يتم ربما إعفائها من مهامها، وأسباب ظروف صحية هي اللي تعلقت بالمسألة هذه. شكري بن سير هو هي صحفية بنت المؤسس لها، هي صحفية بنت المؤسسة يعني الوطنية. تم تعويضها بشكري بن سير اللي هو كان هو بيدو الرئيس المدير العام للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر، يعني هو كذلك صحافي وابن الصحافة. أظن أنه هذا تعيين في إطار ربما حركة في إطار ما يكفله الدستور، لكن ربما الظرفية هي اللي تفتح الكثير من التساؤلات في فترة حملة انتخابية، وما يلعبه الإعلام العمومي من دور في التغطية. ربما تزامن هذا التعيين يوما بعد القرعة المتعلقة بحصص التعبير المباشر والحوار الصحفي الذي خصته الرئاسة، الذي خصته التلفزة الوطنية المترشحين للرئاسة. ربما هذا يخليني نتسائل، هل هناك علاقة ما بين القرعة يوم أمس، خاصة وأنه الرئيس المترشح المنتهي ولايته حسب المعطيات اللي عندنا لا يريد إجراء حوار صحفي. ربما مسألة القيام بإجراء صحفي داخل التلفزة الوطنية خلق إحراجا سياسيا لقيس سعيد. ما نسبقوش الأحداث بسام، الربط هذايا اللي قام به بسام مهدي مقنع وإلا غير مقنع هي حركة بالمرة. عادية هي تسميات يعني عادية غير مقنع بالمرة، لأنه زاد رئيس الجمهورية وحتى وهو مترشح للانتخابات الرئاسية لابد عليه أن يمارس مهامه كرئيس جمهورية، يعني حتى نشوفه في أعتى الديمقراطيات في أمريكا وفرنسا. يعني الرئيس ماكرون وقت يعاود ترشح الانتخابات الرئاسية لم يتخلى عن مهامه، جو بايدن مؤخرا وهو في خضم الحملة قبل أن يتخلى عن ترشحه كان يمارس مهامه كرئيس جمهورية. يعني البلاد ماهيش باش توقف على خاطر عاد انتخابات رئاسية، هناك الدولة تستمر ومؤسسة الدولة تستمر، والتعيين للإطارات العليا في الدولة راهي من مشمولية رئيس الجمهورية وله صلاحية في ذلك. ثم أنت كنت تتحدث قلت هي بالنيابة وعندها ظروف صحية، وبالتالي ما نجموش تو منها كنا نتحدثوا كنا راهو، لأنه هي معناها على ما أنت قلته أنه السيد المدير العام المتخيل معناها السابقة تعاني من بعض المشاكل الصحية، وبالتالي مستوجب أنها تترك الراحة. فترة الحملة الانتخابية يعني شو فترة هي اللي تفتح فترة الحملة الانتخابية لا تطرح أي تساؤل. فترة الحملة الانتخابية لا تعني توقف تسيير دواليب الدولة، راهو المواطنين باش يقوموا صباح يزاولوا أعمالهم، وراهو فما خدمات قدمها الدولة للمواطنين، وفما صفقات وفما غيره، مش باش تقف إلى حدود ننتظروا 6 أكتوبر، وخاصة الحملة الانتخابية نتاع هذه أكثر من 3 أسابيع، وبالتالي لابد من مرافق الدولة أن تستمر في العمل. وعلى كل حال التعيين يعني كنت حاطه على السيد شكري بن سير ماهوش غني عن التعريف. السيد هذا صحفي من خيرة الصحفيين في تونس، وهو نتمنى ان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وماهوش غير جديد على ميدان الصحافة التسير. وخاصة هو كان رئيس مدير عام سابق، يعني خاصة في التسيير اكيد لديه بما يكفي من الخبرة انه قادر يسير مؤسسة كما
مؤسسة الإذاعة والتلفزة، كذلك بالنسبة للسيد سعيد بن كريم. يعني ما نعتقدش وأنه التسميات أو التعيينات باش تستمر، خاصة وكما كنت تحدث أنه السيدة عوض فضيل هي كانت رئيسة مدير عامة بالنيابة بارانتيريم، والوضعية هذه ما تنجمش تستمر. فاليوم الدولة السلطة راه شافت وأنه لابد من تعيين قار على المؤسسات هذوما، راه نتحدث عن مؤسسة الإذاعة والتلفزة ماهيش مؤسسة اللي يجي، معناها لابد يكون فيها تعيين ويكون عندها رئيس مدير عام بصفة رسمية وبصفة قارة، وبالتالي عادي التعيين. إلا في كل موضوع إذا نحبوا نعملوا قراءات خفية وقتها يولي، لكن على ما أنا ما أؤكده هو أنا بصفتي صحفي يعني محل سياسي ديما نحاول كل أحداث نربطها بالجوانب السياسية ونحاول، لأنه تعيين مهدي كان كنا نجم نوخروا شوية، ما نجمش يوخر، ما نجمش مؤسسة كيما الإذاعة والتلفزة ولا مؤسسة كيما لابريس ما تنجمش تصبر، راهو لابد من تعيين رسمي. لا مش متوقفة الخدمة هي فيها بطبيعتها قاعدة يسير العمل في نفسك، معناها عطيت زوز أسباب متاخذة، قلت أنها عندها مشاكل صحية وغير قادرة على مواصلة التسيير، وفي نفس الوقت قلت غير قادر. أنا قلت لأسباب صحية أكيد هي تربط أنها تتخلى، أما أشوف يوما بعد القرعة وتحديد تاريخ لإجراء الحوار ونعلم أنه المترشح قيس سعيد ربما يرفض إجراء حوارات صحفية، هذا أنا أرى أنه خلق يرفض. احنا شكون قال يرفض؟ هل أعلن ذلك رسميا؟ بس ما احنا دولة ما حضرش ما نعطيوش معلومة شبه لا معناها مش شبه معلومة، نعطي فيك في معلومة مؤكدة. ما حضرش في شنو؟ ما حضرش في جزء إذاعات حددوا له موعد في القرعة باش يحضر في الحملة الانتخابية، ما حضرش. هي مش معناها زوج إذاعات خاصة ما حضرش معاه، يعني الحملة الانتخابية بالك شي يختلف الأمر في الإعلام العمومي. هو حر في ذلك، هو حر في ذلك، هذا خياره، هذه سياسة اعتسالية. خلينا نوضحوا معناتها، وأنت خذيت كلمة وأنا نوضح معناتها، وأنا ما خذيتش كلمتي وقسيت عليه. راهو إذاعات خاصة تحدد له هي موعد، ما صارش بالاتفاق بين الطرفين، مش معناها راهو إلزامي الموعد هذا. اتفاق قرعة هذه قرعة بإشراف هيئة الانتخابات. هو ما ساعدوش، ما حبش يحضر، من حقه أنه يحضر أو لا يحضر إلى حوار صحفي. لكن انا نربطه، احنا مشينا توا شوف كيفاش هزينا تعيين على راس مؤسسه عامه، يعني وكاني وظفناه في راهو نجم يصير انها قبل الانتخابات، ونجم يصير بعد الانتخابات، ونجم يصير قبل القرعه وبعد القرعه. ولو كان سيدي تحب تحللها بالمنطقه هذيك عاد من بابي اولى واحرى، ماهيش متسرعه معناها التعيين، كان نجم ينتظروا اليوم اثنين او ثلاثاء لتغيير رئيس مدير عام. ما يلزمناش نقراو ديما سوء النوايا في كل شيء في كل تعيين. السيد قام اللي تعين راهو سي شكري نصير زاد كفء وقادر على تسيير المؤسسه هذه اللي هي بطبيعتها ما عنديش رئيس مدير عام، وبالتالي فعود من هني وسيد شكري بنصير ونتمنى له الحظ الموفق والنجاح في مهامه، وانا متاكد انه قادر على ذلك، ولينا تو نشكوا في التعيينات وهذا خطا. لكن اليوم الغياب نتاع بربي توضيح بسيط بس دقيقه، الغياب نتاع رئيس الجمهوريه على الحوارات الصحفيه في الاذاعات الخاصه ربما يخلي الاحتمال على تسائل منذ الاول، معناها شوف ما نديروش نتحدث كاني نصح هو موجود منذ البدايه، يفتح الباب على احتمال التسائل على إمكانية غيابه في الحوار في المؤسسة التلفزة التونسية أي في الإعلام العموم، يعني مشروع بحكم أنه هو ممشيش وسائل إعلام خاصة، فاليوم الباب يفتح ربما للتسائل، معناتها بسام ربما قد يكون عنده حق فيه. هذا من حقه ولا لا؟ بالطبع من حقه، لا مانيش ناقشوا الفرديات توا. الذهاب الى حوار صحفي قبل الحمله الانتخابيه، انا نعتقد انه رئيس الجمهوريه بيشوف من باب اولى واحرى ليه الاتصال الميداني بالناخبين والتوجه مباشره الى الارياف والاحياء الشعبيه للتواصل مباشره وسماع مشاغل المواطنين مباشره خير من انه وقد يخاطب الرئيس، وقد يخاطب الرئيس المترشح قيس سعيد ايضا المواطنين من خلال منبر التلفزه العموميه. هو اتصال مباشر خير من الوحده اللي كومباني دو 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 ما نسبقوش الاحداث قد يخاطب، تختلف الاوجه فيها، هو يختار الاثنين اللي يحب يمارس به معناها الحمله الانتخابيه نتاعو، ويحق له ذلك. هو شوف انا كيفاش حللت، هو التحليل كيفاش يعني جمعت مجموعه من المعطيات وبناء على تلك المعطيات اعطيت الفرضيه هذه تبقى فرضيه تحليليه وليست يعني تشكيك او سوء نوايا. مش الفرضيه باش نمشيو للتحذيرات من امطار وفيضانات منتظره في العديد من الولايات. نمشيو لموضوع اخر، جمله توا قال بسام بكري اول ما بدا الحصه قال يهنيكم ويهنينا الرواب. بالطبع نحن نعرفوا انه تونس في امس الحاجه للامطار، في امس الحاجه الى الغيث، في امس الحاجه الى المياه باعتبار ازمه الشح
المائي اللي تعاني منها البلاد وسنوات متتالية من الجفاف شهدت يوم أمس ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وتطاوين ومدنين والمنسير والمهدية تدخلت وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع الهياكل المعنية لنجدة المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة وذلك نتيجة نزول كميات كبيرة من الأمطار. وتوقع اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي نزول أمطار رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الغربية للجنوب والبسط ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للبلاد. وأكد المعهد أن الأمطار ستكون بكميات كبيرة وهامة خاصة بولايات توزر وقفصة وجنوب القصرين وسيدي بوزيد وقابس وصفاقس وجهة الساحل وجنوب ولاية نابل. خيرات سي بسام مهدي، اليوم التوقعات تقول وأنه الأمطار قد تهطل بغزارة على عديد الجهات في تونس، وهذا بربي السادة المواطنين وخاصة اللي يخربوا اللي يسكنوا قريب من الأودية وقريب من المجاري المياه. ردوا بالكم، ردوا بالنا، نعاونوا الدولة شوية، نستمعوا بالقداء للنصائح متاع النشرات الرصد الجوي وما نتنقلوش وقت اللي يبدأ فما إمكانية متاع تطورات ظروف طبيعية. إذا كان التليفون حاضر نجموا ناخذوا معنا، إذا كان التليفون حاضر نجموا ناخذوا معنا سي مازال يقولوا التليفون مازال ماهوش حاضر. التحذيرات من الأمطار والتمرس كبير تبارك الله اليوم الحماية المدنية وكم الوحدات الأمنية والعسكرية خاصة إذا اضطرينا، لذلك فما تمرس كبير على مواجهة مثل هذه الظروف الطبيعية. بسام، ومهم الإجراء يعني ذي الاحتياطي اللي تم اتخاذه، تعليق الدروس و يعني نشر تحذيرات يخلي أنه يبين لك أنه الدولة في حالة يقظة لتجنب لقدر الله أي كارثة قد تحصل. نستسمحك بسام، حاضر معنا سي معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية في الموضوع هذايا مهم ياسر، باش نسمعوا الحماية المدنية. سي معز مساء النور. مساء الخير، مساء النور، تحية أساسية ليكم جميع حامل معا وخليان حامل معا بجميع المشاهدين، مرحبا. مرحبا بك سي معز، شنو آخر التطورات أهم التدخلات اللي نفذتها الحماية المدنية وشنو التوصيات اللي ترفعوها للساعات القادمة خاصة في ظل التحذيرات نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي؟ وبالفعل بالنسبه مثلا في اطار متابعه الوضع مثلا اللي يعني الحقيقه منذ امس مثلا يعني تابعنا كل النشرات الجويه للمعهد الوطني للرصد الجوي من خلال هي نحن بيدنا كحمايه مدنيه تم اصدار بلاغ تحذيري هو في الاصل عمل استباقي من الغايه منه هو مثلا يعني اخذ الاحتياطات. البلاغ التحذيري يضمن جمله من التوصيات الوقائيه اللي قدمناها لمتساكني المناطق اللي متوقع انها تشهد يعني امطار اللي هي ولايات الوسط الغربي والجنوب الغربي وكذلك بعض ولايات الساحل. الحقيقه البارح في اطار هذا قمنا ببعض التدخلات على اساس الامطار الغزيره اللي نزلت بكميات متفاوته في كما قلنا بولايات الوسط الغربي والجنوب الغربي. نعطيك بعض الارقام، دونك عملنا عمليه ضخ مياه دونك شمل الولايات اللي تم ذكرها انفا، كذلك قمنا بعدد من المعاينات لمحلات سكنيه وتجاريه وعدد من الطرقات. كذلك من اهم الاشياء هو يعني انقاذ يعني زوز مواطنين الحقيقه في جهه مساكن من ولايه سيدي بوزيد على اسم ان المجازفه نتاعهم بعبور وارد على متن شاحنه نتاعهم شاحنه صغيره، والحمد لله تم يعني تدخل في الحين وتم انقاذهم هما. كذلك على في بير خليفه من ولايه صفاقس كيف تم انقاذ شخص متسائق سائق يعني شاحنه صغيره تم كيف يعني السياره نتاعو غمرتها المياه وتم التدخل مع المواطنين وتم سمحني سي معز هذه سمحني سي معز هذه هي الممارسات اللي ننبهوا منها بربي ردوا بالنا الناس الكل معناها وقت اللي تبدا الاجواء او الحاله الطقس والامطار وفيضانات بهذه الطريقه نبعدوا كما قلت لكم قبيله شويه قاعدين نسمعوا في سي معز تريعه شنو يقول معناتها تدخلات من اجل انقاذ لا قدر الله كانت نجم تصير كوارث معناتها لولا تدخل الوحدات نتاع الحمايه المدنيه كانت تنجم الامور تذهب نحو خسائر بشريه. فبربي ردوا بال للناس الكل
وخاصة نبعدوا على الوديان ومجاري المياه ونتجنبوا كل تلك الأماكن لا سيرا على الأقدام ولا حتى باستعمال الجرارات أو الشاحنات أو الكراهب ولا غيرها من المجرورات. بالفعل هو هذا هو نحن بالنسبه حتى في البلاغ التحذير نتاعنا مثلا التوصيات اللي قدمناها كانت التوصيات موجهه الى متساكنين المناطق الريه وكذلك الى مستعملي مثلا الوسائل الغاديكه خاصه اكدنا مثلا يعني على النقاط اللي كنت تقول فيها اللي هي مثلا الابتعاد عن ضفاف الاوديه معناتها كذلك عدم المجالسه بعبور الاوديه ومجاري المياه خاصه عند تشكل السيول وخلينا نقول نقطه معينه اللي راهو بالنسبه ما نتعنتوش مع الماء معناتها يعني بالنسبة خلينا نقول معناتها فقط انه بالنسبة ل 50 سنتيمتر من المياه معناتها من تشكل السيول ينجم يهز شاحنة صغيرة معناتها ينجم يهز طيارة 50 سنتيمتر فقط من المياه معناتها يعني مع سيول متجافة تنجم تهز يعني شاحنة صغيرة وذلك علاش نقول نحن ديما ما يلزمش ما تتعنت ما يلزمش المجازفة ما نتهوروش ما نقولوش لا لاباس ونتعداو سواء المترجلين سواء على الدواب كما قلت انت سواء في الوسائل مختلف انواعها ما في التاني ان نكون ناخذوا الاحتياطات نتاعنا والحذر نتاعنا حتى نحن سجلنا عديد الحوادث في السنوات السابقه في المنحى هذا كذلك عندنا نقطه اخرى بالله نحب ناكد عليها لانها مهمه جدا اللي في السنوات الاخيره سجلناها هي معناتها خاصه مراقبه الاطفال وكذلك حتى المسنين معناتها يعني في خصوص عدم الاقتراب نتاعهم مثلا من المنشات المائيه عدم الاقتراب نتاعهم ما خليوهمش لبرا بعد الامطار يعني اثناء الامطار نحاولوا مثلا نكونوا مراقبين لاطفالنا حتى للشيوخ كذلك معناتها باش ما نسجلوش حوادث في الاتجاه هذا. نقطه اخرى كذلك على اللي سجلنا فيها حوادث في السنوات الاخيره وتضمنها البلاغ نتاعنا باش ما نسجلوش حوادث اللي هي عدم لمس الاعمده الكهربائيه اثناء او بعد الامطار باعتبار سجلنا حوادث في النقاط هذا وخاصه على مستوى الصاعقه الكهربائيه ونقطه اخرى كذلك بالله نلقاو مكبرات ماء الحاجه كما كان ما نجازفوش باش نتعداوهم نحن مترجلين نتكبدوا على البلاك الماء حتى لا قدر الله تنجم المياه هذيك اللي راكده تنجم تكون تخفي معناتها يعني بلوعه او معناتها يعني حفر اللي تنجم تسبب في حوادث لا قدر الله. والردوا بالنا خاصه زاد مهم برشا باش ردوا بالنا من الحيوانات والمواشي والدواب لان هي زاد ساعات تكون عرضه الى عمليه انجراف بالمياه والا ساعات تطيح ضحايا في وسط الحيوانات والمواشي والدواب اللي هي راهي ثروة مهمة ياسر وتشكل مورد رزق لعديد العائلات في الأرياف وفي الجهات الداخلية وخاصة في الجهات اللي قد تغمرها المياه. بسام عندك تفاعل مع سي معز؟ هو سي معز مساء الخير. هو التوقعات المناخية تقول أنه مش يكون موسم شتوي ممطر، حبيت ناخذ فكرة على استعدادات الحماية المدنية ولو كان عندك إحصائيات على الأسطول المخصص لمجابهة ربما الفيضانات. هو بالطبيعة مثلا بالنسبة نحن في إطار مثلا مثل الاستعداد لموسم الأمطار كما تعرف نحن نستعدوا على مواسم يعني ميسرة كما نقول نحن نستعدوا مثلا لموسم الأمطار إن شاء الله السنة يكون السنة ممطر مثلا ويكون غاية نافع. بالنسبة نحن كحماية مدنية بالطبيعة نحن نعمل سواء في إطار اللجان الجهوية أو اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث نحن نحاول نتعدى مثل الأمطار هي مثلا بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية. تعرف نحن في بدايه الموسم هذا حتى على مستوى اللجنه الوطنيه تحت اشراف السيد وزير الداخليه باعتبار انه هو رئيس اللجنه توقع الاجتماع التنسيقي متى ما في الهيكل كل من اجل متى تامين موسم الامطار الريع متى تقولوا تامين كيفاش خاصه متى انه تجاوز النقاط اللي نحن نسميوها النقاط الزرقاء وهي في الاصل هي النقاط السوداء متى اللي تقصر فيها تجمع المياه اللي تشكل خطوره على في مختلف المدن والولايات ونحن نحاول ندرسوها مثلا وزاره التجهيز مع مختلف الهيئات المعنيه باش ما عادش نسجلوا فيها يعني حوادث. نحن كحمايه مدنيه بالطبيعه نحن ديما نجددوا في الاسطول نتاعنا خلينا نقولوا اللي عندنا وسائل خصوصيه عندنا مضخات عاليه المنسوب اللي تم اقتنائها يعني بالتعاون وفي اطار التعاون التونسي الالماني مضخات هذه عاليه المنسوب اللي مكنا منها الجانب الالماني في اطار كما قلنا التعاون الثنائي التونسي الالماني كذلك نحن ك
كيف الدولة مش مثلا الدولة مثلا يعني في إطار يعني الميزانية المخصصة للديوان المطرح المدنية، احنا عززنا مثلا أسطولنا، عززنا الأسطول نتاعنا باقتناء عدد من المضخات كيف وتوزيعها على مختلف الوحدات نتاعنا، كيف مثلا بالطبيعة حتى أعوانا دربناهم على حتى المتطوعين المشكورين قاعدين يخدموا مثلا معنا سواء في الحرس الغابات سواء كذلك في الفيضانات، شرينا لهم دورات تكوينية تخصصية في المجال هذا كيف لعوانا من أجل التدخل لتقديم المساعدة للمواطنين. شكرا لك سي معزة ريعة الناطق باسم الرسمي باسم الحماية المدنية على التوضيحات هذه الكل، نشكرك على هذا التدخل القيم. نذكروا أنه قررت اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث ببعض الولايات تعليق الدروس للفترة المسائية اليوم بكافة المؤسسات التربوية على خلفية التطورات المحتملة على مستوى الوضع الجوي والتقلبات المناخية المنتظرة، كما قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في صفاقس البقاء في حالة انعقاد دائم مع تركيز خلية يقظة بمقر الولاية لمتابعة تطورات الوضع الجوي. مهدي عندك تعليق على الموضوع؟ عندي تعليق أكيد. شوف معناه حتى وقت كنا معناه سنوات من الجفاف خاصة في الفترة هذه بين سبتمبر أكتوبر كانت تونس تعاني من الجفاف كبير، وكانت حتى عنده تأثيرات معناها للقطاع الفلاحي وعلى معناها قطاع معناها السدود ونسبة امتلائها وغيره. وقت اللي ربي يعطي خير ونلقاو روحنا نعانيو في مأزق آخر، معناها ما نجمناش نعرفوا وقتاش نجموا نستبشروا بالأمطار هذه. أنا الأوان اليوم يظهر لي لوضع استراتيجية شاملة ما نقعدوش نواجهوا في الكوارث وقت تصب الأمطار، لأنه عندنا مشكل كبير في المدن الكبرى واضح الآن، صار عندنا معناها من الواضح أنه في مشكل كبير في موضوع قنوات الصرف الصحي وموضوع معناها صحيح أنه وقت تصب كميات كبيرة من الأمطار في ظرف زمني وجيز في أعتى الدول معناها حتى كما صارت في أوروبا الشرقية مؤخرا في بولونيا والنمسا صارت فيضانات، لكن احنا المشكلة هذه نعانيو منه في كل الحالات معناها سواء كانت كمية أمطار في فترة زمنية قصيرة أو في غيره. المشكل هذا أسبابه عديدة ومتعددة من بينها المواطن راه مساهم فيه بصفة زادة معين والدولة وديوان الوطن للتطهير وغيره. اليوم لابد على القليلة من وضع استراتيجية على القليلة، نعطيك حاجة في بالك فما معناها قنوات صرف الصحي موضوع معناها من الخمسينات ومن الاربعينات لي بلون تاعهم ضايعين، معناها حتى الناس بيدها ما عندهاش لي بلون تاعهم، وذاك علاش نلقاو في بعض الاشغال العامه الكبرى فما شويه تعطيل لانهم يقعدوا يتبعوا بشوي بشوي حتى يعرفوا لي زيغو هذوكم، والسيعه نتاعهم صغيره وقت تبنات في الاربعينات وفي الخمسينات وفي الستينات، تونس كان فيها 6 و7 مليون مواطن، اليوم نحن نحكيوا على عدد اكبر. مع هذا فما الطفره نتاع البناء الفوضوي اللي شهدتها تونس منذ 2011 و2008 2011 و2013، فك الفتره نتاع الانفلات الامني فما احياء راهي طلعت تجديده ما نعرفوهاش، ما كانهاش موجوده حتى في مثال تاهي العمرانيه لحد خلى، وانه اليوم اقل مطر سواء كانت كميه كبيره او صغيره تخلق الحاله هذه من الفوضى، وتراسينا في انقطاع الدراسه وحاله الوفيات معناها اللي تتلحم المياه معناها وغيره. اليوم نعتقد انه من اولى اولويات الدولة هو مراجعة البنية التحتية فيما يخص القنوات الصرف الصحي، وعلى القليل تكون عندنا بلون واضح، وهالأحياء العشوائية اللي نامت في فترة ما بين 2011 و2013 سواء في تونس العاصمة أو في صفاقس، المشكلة هذه مش كان صفاقس برك أو مسوسة أو صفاقس، المدن الكبرى والمنسير اليوم لابد أخي من وضع حل جذري. في بالك مهدي أنت يعني المواطن يمشي في الشارع يطيش دبوزة ما فارغة ويطيش بوبلي ويطيش السشيات، لأنه كانت فما بلديات، البلديات اللي هي من دورها فأنا تستعد لموسم الأمطار فما جهر قنوات صرف الصحي اللي يصير بصفة دورية سنوية كل عام قبل موسم الأمطار بين الصيف وبين سبتمبر، زاد باعتبار أن البلديات في أغلبها معناها منحلة ما ثماش، ولكن حتى ما قبل معناها حتى في ظل وجود مجلس بلدية. لا أنا حبيت نقول لك للمواطن يتحمل جزء كبير، هاني جيت معاك جزء كبير يتحمل المواطن يطيش الحاجه في الشارع يحرص على نظافه المنزل بتاعه. انا منذ البدايه احلام كنت شكون قلت هي مسؤوليه مشتركه، وبديت بالمواطن لانه هو معناها يلقي الفضلات وخاصه في فتره العياد العيد الكبير وغيره، وتلقى حتى قوارب بلاستيكيه وتلقى اشياء معناها ما عندهاش علاقه على شنو جايبها في اللي زيغو نتاع الناس ساعات تقعد، لكن مع هذا زاده فما تقصير من المواطن ومن البلديه ومن الدوله ومن الديوان الوطني للتطهير. اليوم لازم الجهود الكل تتضافر باش نخرجوا حل في اتجاه المشكلة هذه، لأنه إلى متى باش نقعدوا كل عام نهار اللي ربي يعطي خيره نقعدوا متقلقين من مشكلة الفيضانات، لأنه نحلوها الحكاية من شيرة زادة فما مباني تضرت وفما محلات تجارية تضرت وفما سيارات تضر،
ما هو لابد من حل. دولة تقوم بدورها وفي اعتقادي والمواطن يقوم بدوره والبلدية مش المواطن يقوم بدوره، الدولة تقوم بدورها من جهة ومن جهة أخرى تتوخى المنح رأي. هذا أنا كنت نعطي رأي حتى أنا تعطي قلب بسام مرحبا تعطي اليوم تتوخى أكثر المنح الزجري. اليوم لازم تولي فما خطايا صريحة وواضحة تستهدف الناس اللي يطيشوا بكل بساطة قارورة في الشارع وإلا بابيه وإلا الأحياء العشوائية في المدن الكبرى هي زادت مجموعة من العوامل. زاد الدولة اللي كان في الفترة هذيك 2011-2013 من واجبها نتراقب هل الأحياء نمو الأحياء العشوائية البناء الفوضوي هي مجموعة من العوامل المتداخلة تمشي إلى المنحة الزجري مع الجميع، مع الناس اللي تخالف في البناء الفوضوي ومع البلديات اللي هما ما يرفعوش بقايا البناء، لأن هذيك واحدة من أكبر المشاكل مثلا تعانيها البلديات هي البقايا نتاع مواد البناء. وتتوخى زاد المنح الزجري نحو المواطن اللي يسمح لنفسه باش يهبط الشباك نتاع كرهبته ويطيش دبوزه بلاستيك في الشارع والا يطيش باكو والا اي حاجه معناها بكل بساطه ثم يمر. تفضل بسام. شو انا بالنسبه للامطار باش ناخذها من زاويه اخرى. اليوم عندك نسبه امتلاء السدود 23%، وقت اللي نشوفوا الامطار الغزيره هذه في وسط البلاد تذهب هباء، معناش حتى معنا السدود وسط البلاد، ركزنا كل السدود في الشمال الغربي، يعني ثم تغيرات مناخية وفما علوم لابد أن تتعاطى معها الدولة. لما لا إقامة سدود في مناطق الوسط خاصة مع الشح المائي ومع التغيرات المناخية؟ اليوم في الأزمة المائية هذه الدولية يعني أي مطر تصب تنفع، ويعني مش بالضرورة أنك تضيعها. من ناحية أخرى أنا أعتقد أنه الفلاحة يستبشروا بالأمطار هذه خاصة بعد فترة تقارب 3 سنوات من الجفاف. برشا فلاحة في صفاقس يستناو، في الولايات الأخرى يستناو في الأمطار هذه، خاصة في ظل ربما ضعف مسؤولية الدولة في دعم الفلاحين الصغار وعدم قدرتها على حفر أبار ارتوازية في الكثير من المناطق الفلاحية اليوم اللي مطيشة. الدولة مهمشة الفلاحة هذه، هذاك علاش بقات فلاحتنا تقليدية رغم أنه التقديرات المناخية تقول راهو مش ماشيين الجفاف. هذاك علاش أنا ندعو من المنبر هذا أنه الدولة تخمم في المناطق الفلاحية وفي تشجيع الفلاحة بحفر الأبار وبدعم صغار الفلاحين. نمشي لموضوع آخر. استقبل اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد أحمد فكيك البدراني وزير الثقافة والسياحة والأثار بجمهورية العراق، ومثل هذا اللقاء مناسبة جددة من خلالها رئيس الدولة الأعراب عن اعتزاز الشعب التونسي برابط الأخوة المتينة التي تجمع بالشعب العراقي في شتى المجالات ومن بينها المجال الثقافي، وتطلعه إلى تعزيز جسور التبادل وتطوير آلية التعاون الثنائي في هذا المجال، لا سيما عبر أحداث مراكز ثقافية في تونس وفي بغداد وفق بلاغ الرئاسة. وفي تصريح له عقب اللقاء أكد الوزير العراقي أنه تم خلال هذا اللقاء وضع خطوط مهمة سيتم العمل على تنفيذها. تشرفنا هذا الصباح بزيارة فخامة رئيس الجمهورية التونسية، وكان الحديث حديثا شيقا وممتعا، تناول جنبات كثيرة من العلاقات العراقية التونسية مع فخامته، لا سيما العلاقات الثقافية التي تمتد جذورها إلى أزمنة بعيدة، وكذلك تحدثنا عن السياحة وتحدثنا عن التجارة وتحدثنا في عدد كبير من مجالات العلاقة، تحدثنا عن الموسيقى وعن إقامة مؤتمر عربي للموسيقى بوصفها تصنع السلام، تحدثنا أيضا عن الثقافة وعن المكتبات. هذا اللقاء الحقيقة أثمر عن وضع خطوط كثيرة، وضع خطوط عريضة ومهمة سنعمل على تنفيذها بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار مع وزارة الثقافة التونسية وأيضا مع وزارة السياحة التونسية. سام، حركية سياسية ودبلوماسية كبيرة ما بين تونس والعراق في المدة الأخيرة.
هو والله يا ريت قصر قرطاج يفتح دائما للأشقاء العرب ونشوف الوزراء العرب داخلين خارجين على رئيس الجمهورية في إطار تنويع الشراكات مع الدول العربية والعودة إلى التعاون مع الدول العربية. العراق وقت اللي كانت قائمة وفي أوج عطائها نذكره الرئيس الشهيد صدام حسين كان بناء جامعات في تونس لهنا وكان ساهم في يعني إصلاح التربية والتعليم من خلال البناء التحتية. يا ريت فعلا نسترجع شراكتنا مع العراق. أعتقد أنه اللقاء هذا يندرج في إطار السياسة الخارجية التي يسعى إلى القيام بها قيس سعيد، خاصة على الانفتاح على الشرق الأوسط. تنذكروا قرار رفع التأشيرة عن العراقيين ربما للتشجيع على السياحة ولزيارة تونس خلال هذه الفترة. لهنا نجم يقولوا لك شكون العراقيين باش يجوا يتسوحوا، علاش لا نحلوا الباب أمام الأشقاء العرب لأنهم يتسوحوا للطلبة العراقيين، لربما كل عراقي يحب يوصل لتونس. أما لهنا يلزمنا ننبهوا من مسألة في قرار رفع التأشيرة. اللي هي؟ شوف كي ترفع التأشيرة يلزمك تحتاط من مسألة تقريبا ثم نوايا أنه يتم التوجه إلى تونس من دون تأشيرة ثم ركوب قوارب الموت. نعرف وراء في صفاقس تقريب 40 عراقي تم الحديث عنهم كونهم موقوفين حاولوا الهجرة، القيام الهجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل تونس. شوف كل قرار تتخذه يلزمك تعرف الآثار بتاعه ويلزمك تاخذ الاحتياطات فيه. في المجمل مهم أنا أي علاقة مع أي دولة عربية أنك تفتح أمامها المجال سواء الناحية السياحية أو من الثقافة، هذا يدعم ويثري تجربتك. مهدي والله شوف أنا ديما من أنادي بأنه تنويع العلاقات الدبلوماسية والتوجه نحو أسواق اقتصاديا خاصة جديدة. علاقاتنا بالعراق هي عضو في الجامعة العربية، وعلاقاتنا حتى الثنائية المباشرة بين تونس والعراق ماهيش جديدة، لكن استغلال هالعلاقات هذه نحو معناها توظيف على خلال كنا في فترة من فترات في وقت الرئيس صدام حسين كان فما اتفاق نتاع النفط مقابل الغذاء، عديد المؤسسات التونسية وقتها انتفعت من هذا الاتفاق بين العراق والمتحدة بالنفط مقابل الغذاء. نعتقد أنه التوجه نحو السوق العراقية كنحكي على القيلة كإنتاج صناعي يكون من مفيد أكثر. بالنسبة للسياحة ما نعرفش شنو الخصائص نتاع السوق العراقيه باش يتوجهوا لتونس، لكن في كل الحالات الانفتاح على جميع الاوجه معناها الميادين الاقتصاديه بما فيها السياحه بما فيها الصناعه بما غيره، هذا من شانه الا انه انا اعتقد انه فما سياسه تاو الدوله انه توجه نحو الشرق اكثر في الصين، في علاقاتنا مع الصين مع اليابان مع السعوديه قطر الامارات العراق، هذا من شانه الا ان يثري تاو معناها. وخاصة لازم ديما نتأكدوا أنه معناها كانت فما زيارة سابقة رئيس الحكومة العراقي إلى تونس، ثلاثة زيارة رئيس وزير الثقافة والسياحة. نعتقد أنه هذا من شأنه أنه يدعم على الأقل الاقتصاد التونسي لو نتوجه نحن للأسواق هذه، لأنه أكيد تكون عندنا فيها أون فافور ولا معناها خاصية معناها باش يكون امتياز للأسواق التونسية باعتبار علاقتنا القديمة معهم. واضح. نخرجوا فاصل ونرجعوا.